الثورة. رسومات هذه الثورة كان لابد أن تكون حافز للناس أنهم يكملوا ثورتهم، لكن واضح أن من يحكموا الآن عايزين يلغوا هذه الثورة ويلغوا تاريخها ويلغوا ذكرياتها. محمد محمود بيذكرهم بأيام ما انسحبوا وراحوا جريوا على الكرسي وسابوا الناس تموت. محمد محمود وأعتقد أن دي ذكرى ما يحبوش أنهم يفتكروا. لما مسح امبارح نزلنا، أنا جيت هنا امبارح الساعة 4 الصبح وساعدت جدا بالشباب اللي جاي يرسم تاني، لأن مهما مسعوا الناس هتعيد ثورتها، مش هتبقى مجرد لوحة بتتمسح. إذا كانوا مسحوا ده يقدروا يمسحوا الدم اللي هم عملوه بالتواطؤ مع المجلس العسكري، يعملوا الكلام ده كله والآخر يجوا يمسحوا. إذا كانوا شايفين إن ده نوع من أنواع تشويه المنظر الحضاري، عليهم يشيلوا الزبالة اللي موجودة في كل حتة والإعلانات الفجة اللي موجودة في كل حتة الأول، بعد كده يجوا يقولوا إن ده تشويه للشكل الحضاري.